وكأن البغداديين كانوا يترقبون الفرح من جديد، فقبل أن يودعنا عام 2015 بساعات عمت شوارع العاصمة بغداد أجواء غير مسبوقة من الفرح، إذ فضلت العوائل مغادرة البيوت والاحتفال في الشوارع والمتنزهات والأماكن العامة التي زينت بمظاهر الزينة لقدوم السنة الجديدة. الأمان والسلام كانا العامل المشترك لأمنيات البغداديين. أتمنى يدوم السلام على البلد هذا العظيم، وإن شاء الله الصحة والعافية على جميع العراقيين، لأن كل العراقيين طيبين، وإن شاء الله سنة خير على الأمة العربية كليتها. عيد رأس السنة الميلادية أعادها الله على العراقيين جميعا بالخير والبركة. أتمنى عودة النازحين إلى ديارهم، أتمنى عودة المسيحيين إلى العراق، أتمنى الفرحة تتم على كل العراقيين إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. ولم تشهد بغداد طقوس فرح كالتي شهدتها ليلة رأس السنة الميلادية يوم أمس، فقد تحولت الساحات العامة والشوارع إلى منصة للاحتفال. إن شاء الله سنة خير وبركة، ونسأل الله أن يجمع شمل العراقيين ويوحد صفوفهم ويرجع النازحين إلى ديارهم، لأنه هذه مو هينة. وإن شاء الله الأفراح تعم على الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. الألعاب النارية ظلت تزين سماء بغداد حتى الساعات الأولى من العام الجديد، وكأنها تتنبأ بسلام وخير في السنة الجديدة وسط سعادة غامرة للأطفال الذين كانوا الأكثر فرحاً. والشعب العراقي الكريم كله حني، وأنا جيت جبت عائلتي من منطقة الحسينية، وجيت الطرق مقطوعة، ولكن لازم إن يوم نشارك بلدنا هاي الفرحة، وإن شاء الله يعود علينا وعلى بلدنا بالخير والفرح إن شاء الله. وشهدت معظم شوارع بغداد زخما مروريا هائلا على الرغم من تواجد عناصر الشرطة المروري وبكثافة. خدمة الناس هي حقيقة يعني ما أقدر أن أوصفها. الشعب العراقي يستاهل أن تخدمه في أي لحظة في أي مكان. هسه الساعة 12 ليلا رجال المرور من بد الصباح الباكر ولحد هاي اللحظة هم بالتقاطعات ينظمون السير يخدمون الناس بهذه المناسبة العظيمة. ورغم الطرق ازدحامات وهاي ضغوط الخطة الأمنية، بس حبينا نفرح ونشارك العراقيين فرحتنا براس سنة. احتفالات يوم أمس كانت الأكبر من نوعها في العاصمة بغداد، وربما ساعد رفع حظر التجوال هذا العام في منح العوائل فرصة الاحتفال إلى وقت متأخر.